السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فمرحبا بكم مجددا في سلسلة أول سيسكو لابس مع أخوكم المهندس عادل الحميدي. الحقيقة بس النهاردة حابب قبل ما أبدأ أقول لكم حاجة مهمة جدا، وهي أن أنا بحبكم في الله، وفعلا أتمنى أن أنا أشوفكم كلكم يعني معاكم سي سي اي وتفيدوا الأمة إن شاء الله وتنفعوها إن شاء الله. ثانيا، موضوع النهاردة، موضوع النهاردة الحقيقة هو آخر حلقة في الراوتينج بروتوكول اللي اسمه اي اي جي ار بي. الحقيقة مع إني عندي عدم رضا كده عن المذكرة، وشايف إن هي في جزئيات كتيرة مغطيتهاش فيما يخص الاي اي جي ار بي، لكن أنا على عهدي إن أنا ماشي على منهج معين، وإن شاء الله إن شاء الله أنا زي ما بقول لكم أنا متحمس جدا. هنخلص المذكرة ديت وهنرجع ناخد المستويات اللي اعلى من كده، والحقيقه لما نوصل للمستويات الاعلى من كده هنتكلم كلام كتير كتير جدا واقوى من كده، وحاجات فيتشر وخصائص وكوماند وبروتوكولز وفي الايه، خصوصا زي مثلا في الاي اي جي ار بي ان شاء الله في المستويات الاعلى. فانا مش مستعجل علشان برضو ما نلخبطش الناس اللي لسه بادئه معانا. احنا زي ما قلنا مشينا على المذاكره، خلصنا الاي اي جي ار بي، مفيش كوماند ما قلناهوش، خلاص باقي اخر حلقه واخر محاضره النهارده اللي هو اللاب اللي في اخر مجموعه الكوماند. وكنا احنا شغالين على لاب، لكن زي ما قلت بحب كده في الاخر ايه اجمع المعلومات اللي احنا قلناها. طيب اللي قدام حضراتكم دوت مش المذكره الحقيقه، انا خدت كوبي من اللاب وحطيته في ورقه وورد جديده علشان بس ايه مش نقعد كل شويه طالعين نازلين يعني، لكن هو نفس الاكزامبل بالظبط، انا ما غيرتش في حاجه. طبعا الديزاين زي ما قدامكم هو، تخليني انا فتحت الجي ان اس، خلينا نبدا نعمل الديزاين. انا كنت ناوي اعمل الديزاين وابدا على طول، بس قلت لا خليني برضو اعمله قصادكم. انا جبت طبعا راوترين من الموديل 3600، اللي هي طبعا لو انت حابب تشوف نسخه الاي او اس اللي عندي، هي نسخه الاي او اس 3640 اهي جي كي 9 او 3 اس. خد النسخه دي لو مش عندك واشتغل عليها، او اي نسخه تانية ان شاء الله كله هيشتغل معاك يعني. انا عامل بس اروح على الكونفيجريشن كده عشان اركب موديول، هركب مثلا ما اعرفش هنا في الرسمه هو ايه، هو عاملهم سيريالات وعنده واحد فاست. اوكي خلينا نيجي هنا نركب اربعه سيريال وواحد فاست، ولو ان انا مش عاوز الفاست لان احنا زي ما قلنا مش هنركب بي سي، لكن احنا هنركب هنعمل لوب باك. لكن راوتر 2 4T فاست، تعالوا نبدأ نوصل الدنيا مع بعضها. هنجيب مانيوال كده زي ما اتفقنا، دايما بيبقى زيرو على شمالي وواحد على يميني. طيب بدل ما هو عامل هنا كده زي ما انتم شايفين سويتش وجهاز كمبيوتر، انا هستعيض عنها زي ما انتم عارفين بمجموعة من اللوباكات. طبعا هو عامل التسلسل 172 دوت 16 دوت 10 سلاش 24، خلينا نتأكد كده، ايوه 10 وهنا 20 وهنا 30. اوكي انا هتكلم لسه على الجزئية دي ان شاء الله. ده بالنسبة لللوب باك اللي هيبقى موجود هنا. طبعا هو المفروض ان هنا 10 دوت 0 ده اللي هو النتورك اي دي، لكن انا هدي اللوب باك طبعا دوت 1، وهاجي هنا خلينا اكتبها لوب باك 2 مثلا، ولا يكون هنسميها كده، ولو ان يعني خلينا نسميها لوب باك 0 وخلاص عشان تبقى نفس الاسم. 172 دوت 16 دوت 30 دوت 0 سلاش 24. اكيد طبعا هو عامل اللينك اللي في النص سلاش 30، عاملها سلاش 24، خلينا احنا نعملها سلاش 30 ما يجراش حاجه، برضو مش هتفرق معانا حاجه خالص على فكره. 172 دوت 16 دوت 20 دوت 0 سلاش 30، طبعا ده اللينك. لو حابب تظهر اللينكات خلينا نظهر المسميات اهيت، اس 00 اس 01، وده راوتر 1 راوتر 2. خلينا بلاش الاسماء، مش مشكله الاسماء برضو مش هتفرق معانا، راوتر 1 وراوتر 2 وخلاص، مش هو ده الهدف يعني الحقيقه اللي احنا عايزين نوصل له. دوت 1
2.2. مش عايز اقول لكم ان انا كل مره اجي اعمل اكزامبل اقول خلاص الشباب فهموا وبعدين اقول لا، خليني برضو اعمل اكزامبل ودينا بنتناقش وبنراجع بسرعه على اللي احنا قلناه. خلينا نشغل كده. وانا دايما باكد يا جماعه على الناس اللي ايديها مش جاريه في الكوماند تحاول تعمل ايه، بلاش تكست، جري ايدك في الكوماند. يعني دايما انا ايه، كمان معظم الفيديوهات اشتغلت عملت تكست تكست، انا حاسس ان في ناس دلوقتي اتعودت على التكست ما بتشتغلش كوماند بايديها خالص. لا، لو سمحت حاول تشتغل كوماند بايديك علشان ايديك تاخد بس على الدنيا هتمشي ازاي. نرتب الشاشات. وعلى فكره الاسلوب ده انا ممكن اجيب حاجه زي السي ار تي مثلا، عارفين انتوا برنامج السي ار تي بيجيب لك الشاشات كلها وتبات، لكن انا بحب الطريقه دي. ليه؟ لان الحقيقه بتبقى في حاجات كتيره ظاهره قدامك الحقيقه. طيب ممتاز، ده راوتر واحد انيبل كونفيج تي. خلينا نبدا بالانترفيسز. لوب باك 0 اي بي ادريس 172.16.10.10 مثلا، وليكن 255.255.255.0 صح كده سلاش 24، بس مش محتاج اكتر من كده. ادخل بقى على الانترفيس اس 0 سلاش 0 واديله الاي بي ادريس 172.16.20.1 تمام، 255.255.255.252. وبعدين خلينا نخلي ده الكلوك كريت 64000 مثلا، وبعدين نو شوت داون. على فكره زي ما اتفقنا زمان ان الكلوك ريت لو ما عملتهاش الجي ان اس بيشتغل ما بيقولش لا يعني. طيب راجل طيب يعني، لكن في اللابات لازم تتعمل، والكلوك ريت دي غالبا بتتعمل في السيرفيس بروفايدر مش عندك انت كشركه بتتلقى خدمه، لان هو اللي بيحدد لك الكلوك ريت او السرعه او الباندويتس يعني بناء على مبلغ بتدفعه. المهم مش دي قصتنا دلوقتي. انا كده خلصت الانترفيسز. طيب انا مش هعمل حاجه اكتر من كده علشان نشوف بعد كده الاي اي جي ار بي. انا ممكن اعمل شو اي بي انترفيس بريف، اشوف الدنيا كده. يا سلام، عندي سيريال سيريال اب اب اهوت وده اب اب. طيب ممتاز، خلينا نروح هنا. او ممكن بقى بلاش، انا كنت ناوي برضه اعمل تكست، لكن انا ايه بقى، انا النهارده كده داخل مقرر ان احنا ما نشتغلش تكست خالص. لوب باك ولو اني مش عارف مش هقدر يعني، لان انا ايديا واخده على الكوماند الحقيقه، بس انا كان نفسي انت نفسك تاخد ايدك على الكوماند. اي بي ادرس 172.16.30.30.255.0 اللي هي سلاش 24، وبعد كده انترفيس سيريال 0 سلاش 1. طبعا انا ما بعملش ديسكريبشن، ما بعملش في بيزك كونفجريشن وكلمات سر والكلام ده كله بقى ايه يعني، يعني مش هو ده التارجت بتاعنا في اللاب الحقيقه. ها طيب اي بي ادرس 172.16.20.255.252 نو شت داون اند دبليو ار اند دبليو ار. تاني شو اي بي شو اي بي انترفيس بريف، خد بالك هنا اب داون وبعدين ستيت تو اب. يا سلام خلاص اب اب. طبعا هو الاول كان داون بيعمل نيجوشيشن، خلصوا النيجوشيشن التفاوض البورتين. الاول كان بيقول لك لسه البروتوكول مش شغال، لان انا البورت ده عملت له نو شت داون، ف اشتغل من جديد اهو ادانا اب اب ماشي. كمان نيجي نبنج برضو عشان نتست كده. 172.16.20.2 يا سلام، انا كده ايه مطمن الكونكتيفيتي بين الاثنين لينك. خلينا نشوف كده بقى ايه اللاب هو قايل ايه. يا اتش ار بي راوتنج ويز هو عامل اوثنتيكيشن لسه مش هنيجي ليها دلوقتي. ده التوبولوجي. ايه الجزئيه ديت؟ الجزئيه دي عامل لك ان في انترنت يعني. طيب مش قصته دلوقتي، هو حتى مش هتلزمنا خالص، هو اللي يلزمنا كله في اللاب ان تشغل على الراوترين دول اي اي جي ار بي وتعمل بينهم اوثنتيكيشن وتشوف الراوتنج تيبل وخلاص على كده. هنشوف هنا كونفيجر تي انترفيس اي بي ادرس
الاوثنتيكيشن دي لسه، خلينا دلوقتي مش هنروح لها دلوقتي. يبقى هو دلوقتي شغل الانترفيس سيريال 00 على الراوتر الاولاني اهو ال 00، وبعدين راح شغل الفاست اللي هي 172.10 دي. واضح يا جماعه؟ خلينا بالاوثنتيكيشن. الاوثنتيكيشن للسطرين دول انساهم دلوقتي. نو شت داون دخل على الفاست، ده اي بي ادرس نو شت داون، وبعدين راح شغل الاي اي جي ار بي. بس انا يهمني النتورك كوماند، خلينا نشوف هو استخدم اي طريقه، لان احنا اتفقنا ان انا عندي طريقتين صح كده. في كوماند الحقيقه جديد هنا اهوت هقوله برضو بس مش وقته دلوقتي. المهم هو عمل ايه؟ نتورك كوماند عمل لها سمرايزيشن، يعني عمل سمري لمين، بس هو انتهى نقطه سمري، وبعدين عمل السطر ده. احنا قلنا مين اللي بيعمل نتورك واللي ماتش معاها هيعلن عنه. طبعا 172.16.0.0 ده الاصل بتاعها، فهو ردها لاصلها فهيماتش معاه الاثنين بورت. طيب يبقى لسه لنا الامر ده، ولسه جزئيه والكي شين دي برضه في الاوثنتيكيشن خلينا منها. انا هشغل بس الاي اي جي ار بي يا جماعه دلوقتي، وهقعد اعمل شويه شو وشو اي بي روت، كون الراوتنج تيبل، وبعد كده اروح اعمل حته الاوثنتيكيشن. الراوتر الثاني نفس القصه، شغل الانترفيس برضه سطرين الاوثنتيكيشن اللي في الاخر دول، انا ايه ماليش دعوه بيهم دلوقتي. طبعا هو عامل كلوك ريت على الراوتر الثاني، مفيش مشكله على راوتر اي بورت منهم، وادي والراوتر اي اي جي ار بي نقطه سمري، ونفس القصه بس اداله اوكي. يا سلام يا سلام، ممتاز. خلاص انا كده عارف هو عايز يعمل ايه. خلينا نروح على الراوتر الاولاني وندخل في المود الكونفيجر ونشغل راوتر اي اي جي ار بي وليكن 100. انا ما اعرفش هو مديله كام في الاكزامبل، مش مشكله مش هنختلف على الرقم يعني. وبعدين نو اوتو سمري، يا سلام، عشان ما يعملش سمرايزيشن. وبعدين اديله النتورك 172.16.0.0، خلصت. طبعا مين اللي بيماتش في راوتر واحد كده هيماتش معاها اللوب باك 0 وكمان الانترفيس سيريال 00، صح ولا ايه؟ يا سلام كده. خلاص انت دبليو ار كونفيجر تي راوتر اي اي جي ار بي 100 نو اوتو سامري نتورك 172.16.0.0. طبعا على طول المفروض تجيني رساله هنا، يا سلام، في نيبر شيب قامت بينهم نيو ادجيسنسي ان دبليو ار. خلاص انا كده شور جدا ان انا لو عملت شو اي بي روت اي اي جي ار بي هلاقي فعلا ان هو شايف الشبكه 10. يبقى الراوتر 2 شايف الشبكه 10 اللي هناك، وده شو اي بي روت اي اي جي ار بي، الراجل ده شايف الشبكه 30 اللي هناك، ومش بس كده ويقدر يبنج عليها كمان. بينج 172.16.30.30 وكمان تريس روت نفس الحكايه 172.16.30.30 عشان نشوف بس عمل ايه. هو بيقول لك انا طلعت من عندي 172.16.20، رحت على 2 على الراوتر اللي قصادي ووصلت له. يا سلام، خلاص كده انا كده مطمن ان الاي اي جي ار بي اشتغل ومفيش مشكله. خلونا بقى في جزئيه الاوثنتيكيشن. طيب خلوني اعمل حاجه كده وارجع لكم، انا همسح الكونفيجريشن اللي خلصناها واسيب الحاجه اللي باقيه بس. طيب دي جزئيه الاوثنتيكيشن اللي في راوتر 1. اول حاجه بنعمل الكي شين. احنا عرفنا ان الاوثنتيكيشن خطوتين، بتعمل سلسله من المفاتيح فيها مجموعه من المفاتيح، وبعد كده بتروح تطبقها على الانترفيسز اللي بين الراوترين. يعني انا هعمل هنا سلسله من المفاتيح وهنا سلسله، عايز تطبقها طبقها، وممكن تطبقها هنا في الاتجاه ده لكن في الاتجاه التاني مثلا ما تطبقهاش، حسب الحاجه وحسب الشبكه دي سكيور شبكه داخليه ولا لا، يعني حسب السيناريو بتاع الشبكه بتاعي. فاحنا الاول هنبتدي نيجي على الار 1 ونعمل سلسله من المفاتيح، ونروح على الار 2 ونعمل سلسله من المفاتيح. الحقيقه انا لاحظت حاجه، السؤال بتاعه سهل شويه، ها واحنا ناس بقى مخضرمين خلاص. يعني هنا تلاحظ كي شين ومديها اسم، وهنا كي شين ومديها اسم تاني، دي اول ملحوظه. مثلا يجرى حاجه هيشتغلوا ولا مش هيشتغلوا؟ هيشتغلوا عادي. احنا قلنا اهم حاجه ايه هي؟ لاحظ كي واحد كلمه السر هي تاور. لاحظ كده كلمه السر هنا
وان وتاور دي اللي لازم يتفقوا، ومش بس كده لازم كمان الاكسبت تتفق مع السند والسند تتفق مع الاكسبت. يعني لو تلاحظ هنا بص حضرتك كده ده بيأكسبت، لاحظ تشابهها مع السند لايف تايم مش عارف 19 انفينيتي هتلاقيها مع السند، بس هو هنا ايه لعب في السند شويه مزود زمانها شويه، وهنا نفس القصه السند هتلاقيها بتتشابه مع الاكسبت 2007 2007 ها صح كده. على فكره ممكن واحد يقول لي لا يا عم عادل انت كلامك ده مش مظبوط، ده الاكسبت هنا شبه الاكسبت، ايه ده حاجه غريبه خالص، والسند شبه السند. على فكرة تاني بنقول ان الجزئية دي بتلخبط ناس كتيرة. انا بسأل سؤال، لما بيجي الاي اي جي ار بي يعمل اوثنتيكيشن بيستخدم كي واحد ولا ممكن يستخدم اتنين كي في نفس الوقت؟ ده سؤال جديد. احنا في الاول قلنا ان هو بيشوف الكي بالدور كده الفاليد او المتحقق ويستخدمه، ما كانش اللي بعده، ما كانش اللي بعده صح، بيمشي بالترتيب كده. امتى بيسيب الكي وينزل على الكي اللي قبله؟ اذا كان الكي ده اكسباير خلاص مده صلاحيته انتهت بيروح على الكي اللي بعده. لكن معظم الناس حتى لو بصيت في كتب سي سي ان بي هتلاقي حاجه غريبه خالص، الاكسبت والسند بيقوم واخدها كوبي حاططها على طول من هنا لهنا. ده هي بتبقى حظه كويس. ليه حظه كويس؟ يعني مثلا هنا الاكسبت انفينيت صح؟ وهنا الاكسبت انفينيت. بس الاكسبت دي يا جماعه شغاله مع السند هتشتغل لغايه سنه 2007، وهنا هتشتغل السند لغايه 2007، عشان كده حظه كويس وبتشتغل. انا هثبت لكم دلوقتي ان السند مع الاكسبت والاكسبت بتبقى مع السند، واذا كانت الكي اكسباير خلاص يبقى كانك انت مش عامل اوثنتيكيشن اصلا. هثبتها لكم ازاي؟ خلينا اعمل حاجه، اجيب بس تكست كده خلينا نقول حاجة، نقول مثلا نقول راوتر 1 راوتر 2، خلينا نقول كي 1 هخليه للسند وهنا هخليه اكسبت، وكي 2 هخليه هنا للاكس وهنا للسند. اقول تاني يا جماعه، يعني ايه يعني ايه الكلام اللي انا كاتبه ده؟ انا هعمل اتنين كي، هعمل على راوتر واحد. انا بس عايز اثبت لكم حاجه، ان ده بيسند يبقى ده بيريسيف، لازم يتعكسوا. لكن هتلاحظ ان الناس في الكتب بيكتب ايه؟ بيكتب سطر اكسبت وسطر سند، ونفس السطرين ياخدهم يعملهم كوبي بيست هناك، لان اصلا الاثنين بيبقوا مش اكسباير، يعني ده مده صلاحيته انفينيت وده مده صلاحيته انفينيت، فبيشتغلوا تمام في السند وفي الريسيف عادي. انتوا واخدين بالكم؟ لكن مش هو ده الحقيقي، يعني هو بتبقى بس فيه لابس او هو مش عايز يوضح اكتر عشان ما يلخبطكش. فانا هعمل ايه؟ موضوع الاوثنتيكيشن ده دايما بيلخبط للاسف. تاني، ده الاكسبت ده حسب طبعا الساعه بتاعت الجهاز، نفترض الساعه بتاعته كانت لسه في 1900 ده، فتلاقيها من هنا شغاله لغايه انفينيتي، يبقى الاكسبت ده اللي هو الباسورد اللي اسمه تاور، اي رساله هتجيله فيها تاور هيقبلها. طب تعالى نشوف هنا بيسندها ازاي، بيسندها من التاريخ ده للتاريخ ده خلاص. طب ما بعتش فيها كلمه سر خلاص، الدنيا زي الفل برضه ماشيه. لاحظوا بقى هنا ده بيسند في الوقت ده، لكن ده بيريسيف في اي وقت، انتوا ملاحظين؟ فهي اذا خدتها كوبي بيست زي ما هي من الراوتر ده للراوتر ده تشتغل، مش هتقول لا. لكن الحقيقي ان معظم الناس لما بتعمل اللابات يقول لك هنعمل كي 1، والكي 1 ده يستخدم في السند وفي الريسيف ويعمل لك سطرين زي كده، ويعمل كي 2 عشان يستخدمه السنه الجايه، وكي 3 للسنه اللي بعدها، وكي 5 واخد بالك؟ لكن انا بقى هعمل لكم كيس، يعني بيتهيألي انا عمركم ما شفتوها خالص، ولا مش عارف على حسب اطلاع، يعني مش عارف ما شفتهاش انا شخصيا، ما شفتهاش قبل كده، هي جت على بالي دلوقتي بس خلينا نحاول ننفذها كده. هعمل ايه؟ هعمل على راوتر واحد، هاجي كده على راوتر واحد
نعملها كده عشان تبقى على هيئة زي ما يكون تيبل يعني مثلا. على راوتر واحد هعمل كي واحد وكي اتنين، بس هخلي كي واحد يصلح فقط للارسال، وفي حتة الارسال هخليه اكسباير، وهاجي على كي اتنين اخليه يصلح للاستقبال، وحتة الارسال اخليه اكسباير. يبقى راوتر واحد هيرسل، لما يجي يرسل هيطلب، هيكتب فيه في الارسال كده او هيشفر باستخدام الكي 1، لكن لما يجي يستقبل يطلب الكي 2. راوتر 2 هخليه يعمل العكس، ودي هتثبت للناس بقى ان السند هو اللي بيقابل الريسيف. يعني خد بالك، انا لما بيجيني رساله مشفره من الاي اي جي ار بي هبص على الكي انا مستقبلها، خد بالك انا مستقبلها، يعني هو ارسل يبقى انا في الاكسبت، فهدور على الكي اللي اكسبت معايا. ماشي؟ طيب ارجو تكون واضحه، بس خلينا نروح نعملها كده، نروح نعملها. عارف الاوثنتيكيشن حظكم معايا كده، ايه دايما بصعب الامور، بس ايه يعني مش هنخسر حاجه ان شاء الله. هدخل في الكونفيجر هعمل كي شين، خلينا نسميه كي بس حرف صغير كده كابيتال عشان ايه ما ننساهوش، بس يبقى الكي شين اسمه كي. هقول له عندك المفتاح الاولاني الكي سترنج بتاعته سيسكو 1. خد بالك بقى يا بطل، خلينا نبدا بالسند. السند لايف تايم بتاعه انا بس عايز امشي على الجدول ده، كي 1 هو اللي بيستخدم في السند. يبقى كي 1 ده في السند هخليه كده. طبعا الساعه لسه ما اتظبطتش، هظبطها دلوقتي 00 00 00 00. طبعا دي معناها الساعه 12 بالليل يعني او صباحا، صفر خالص. 1 جانيوري 1995. ايه ده الاول؟ انا بقول له ان الكي 1 ده تستخدمه في الارسال بدءا من سنه، من 1 جونيور 1995 تو انفينيت، الى ما لا نهايه. يبقى اذا كي 1 صالح ولا اكسباير؟ فسد خلاص، صالح بس في الارسال. ليه بقى في الارسال بس؟ لان انا هاجي في الاكسبت لايف تايم، شوفوا بقى هعمل ايه. 1 جانيوري 1995 كويس، هخليه لغاية واحد جانيوري مثلا 2000، وهغير الساعة دلوقتي هخليه اكسباير. يبقى دلوقتي كي 1 في الارسال صالح الى ما لا نهايه، لكن في الارسال بعد سنه 2000 هيبقى اكسباير، وانا هخلي الجهاز الساعه بتاعته طبعا فوق 2000، يبقى هو مش هيقدر يستخدمه في حاله، ها في السند هيستخدمه، لكن لما يجي يستقبل هيطلب كي 2. ليه بقى؟ لان زي ما هوريك اهو، هعمل كي 2 كي سترنج سيسكو 2، هعمل نفس السطر بس هعكس السطور. يعني ده في الاكسبت كان بايظ، انا هخلي ده في السند هو اللي بايظ، والتاني كان انفينيت في السند انا هخليه في الاكسبت. هوريكم كوماند برضه هيعجبكم خالص دلوقتي، اسف. ام دبليو ار، خد بالك انا هوريك ايه بقى دلوقتي. شو كيشين، اقرا بقى الكلام اللي مكتوب ده، ده الكلام اللي انا عمال اقوله. انا دلوقتي جيت على، انا ده كله على راوتر واحد، عملت كام كي؟ 2 كي. بس انا بقى راجل مجنون بقى. المفروض الناس كلها متعوده حتى في اللابات، حتى في الكتب بتاعت سي سي ان بي، مش سي سي ان ايه، بتعمل ايه؟ بتعمل الكي 1 فور سند اند ريسيف، للارسال والاستقبال، وبتعمل التايم
مفتوح مفتوح، ويقوم عامل ايه؟ كوبي بيست على طول نفس الوقت. فهي بتصادف معاه ان الاثنين شغالين، فبيشتغلوا في نفس الوقت مع بعض في السند وفي الريسيف، ويقوم جاي دي يعملها للسنه الاولانيه ودي يعملها للسنه الثانيه ودي. طيب ماشي، انا بقى مش هعمل كده، انا هعقدها بقى اكتر مما تتخيل. انا هعمل كي 1 وكي 2، واحد الارسال وواحد الاستقبال، ومش بس كده، هعمل كي 3 وكي 4 للسنه اللي بعدها وهكذا. انتوا واخدين بالكم؟ بس انا مش هعمل المثال، مش هصعب اكتر من كده. بس انا عايز اقول لك دلوقتي سؤال كده، راوتر واحد في الاي اي جي ار بي، انا لسه ما طبقتش الكي شين طبعا، لكن لما اطبق الكي شين على الاي اي جي ار بي، كي 1 بص اقرا كده valid now، ده صالح، ده كويس ده، لكن ده خلاص اكسباير، ده خلاص تمام كده. خلينا نشوف، خليني بس اظبط الوقت كلوك سيت، او خلينا نظبط كلوك تايم زون كي اس اي 3. كلوك سيت الساعة دلوقتي 6:06، خليها 7 لما نخلص. ادي الساعة، التاريخ 21 ابريل 2012. خلاص نعمل تاني شو كيشين. لاحظ بقى المفتاح ده بقى اكسباير في الاستقبال، يبقى كي 1 بيستخدم للارسال، وكي 2 ها بيستخدم لمين؟ للاستقبال. كي 1 للارسال، كي 2 للاستقبال. في اشكاليه؟ قبل كده ما كناش بنعمل كده، يعني حتى المحاضرتين اللي شرحتهم قبل كده كان على اني بستخدم كي 1 فور سند اند ريسيف ان ذا سيم تايم. اذا كان الكي 1 كله اكسباير فكان بيبقى كله اكسباير. لاحظ الامثله، انا عمال انوع في الاوثنتيكيشن عشان يعني مثلا ده سؤال اكيد من الاسئله بتاعت سي اي اللي بيجي لك دايما في الامتحان، خد بالك. فانا عايز اقول لك ايه، ان الكي 1 دلوقتي، كي 1 ده زمان المثال اللي فات في الفيديوهات اللي فاتت كان بقول لك هنستخدم كي 1 في الارسال وفي الاستقبال، والتاني يستخدم كي 1 لمده سنه، السنه اللي بعدها كي 2 كي 2 لمده سنه، المره في السند وفي الريسيف. لكن المثال ده بقى انا عملت ايه؟ خليت يستخدم 2 كي ان ذا سيم تايم. ارجو ان الكلام يكون واضح. خليني اعمل كده شورا ساعات بعقد الدنيا وبعدين ارجع اقول ايه يا ريت اللي جرى مكان. خليني اخد كوبي ايه كي شين، مش مشكله لو غيرت اسمها، هي كي زي ما هي، كي 1 اهم حاجه سيسكو 1. انا هعمل ايه؟ هخلي ده 2 وهخلي ده 1، بس انا كده عكسته. مين يقول لي ليه بقى انا عملت كده؟ ما هو لازم اللي يسند هنا يبقى هو اللي بيريسيف هناك، صح؟ مش انا هنا في راوتر واحد لما اجي اشفر، ما هو ده وظيفه الكيشين ان انا اشفر المعلومات اللي انا برسلها، امال ايه فايده الاوثنتيكيشن؟ ففي راوتر 1 لما اجي اشفر هشفر باستخدام ها كي 1 لان ده اللي مخصوص للارسال اهو. هكتب سيسكو 1 ده، دي كلمه السر. فالتاني اللي هناك انا لازم اقول له ايه؟ لما تيجي تستقبل اهي، بص تستقبل، فين كلمة تستقبل؟ هي كلمة 1 دي. أنا بس هاخد دي كده أرتب لكم السطور كده. بس كده تمام. يبقى أنا خليت ده، الكلام ده في راوتر 2 طبعًا، لو لاحظ بقى الفرق، لاحظ الفرق بين الأسطر. كي 1 ده صالح لإيه؟ للإرسال أهو، للسند. طب في راوتر 2 كي 1 صالح لإيه؟ للاكسبت. خلاص؟ يبقى انا هنا في الحاله، في الكيس دي، في المثال ده، انا بستخدم الاثنين في نفس الوقت، كي 1 وكي 2. ما بستخدمش كي 1. الامثله اللي قبل كده والمذكره وكل الكلام كان على اساس ان انت بتستخدم كي 1 فور سند اند فور اكسبت او ريسيف. اذا الكي 1 باز اكسبير بتستخدم كي 2. لكن هنا انا في المثال ده عامل لك ايه؟
عامل تداخل بين كي 1 وكي 2. انا بس عشان اثبت لكم حته مين اللي هنا بيبقى بيسند هنا بيرسيف، لانها مش كانت واضحه قوي في الفيديو اللي فات. انا مش عايز العبك الدنيا، لكن ارجو ان الصوره تكون وضحت، ودي اصعب طبعا من اللي موجوده في المثال. خلينا نروح الراوتر الثاني، انا مش فاكر حتى واحنا وقفنا فين. ممتاز. اند دبليو ار شو كيشين. لاحظ ان كي 1 فور اكسبت. خلينا نظبط كلوك تايم زون كي اس اي 3 اكزيت كلوك ست ساعة 6:10 كالعادة نزودها واحد بس على ما نخلص. احنا قلنا النهاردة 21 ابريل 2000، طبعا احنا قلنا نظبطها احسن بن ان تي بي سيرفر عشان يبقى ايه اتأكد ان الناس دي ليها نفس الزمن. شو تاني كيشين اهو. بص كي 1 هنا لمين؟ للاستقبال صح؟ ما هو كي 1 هنا للارسال. اذا ما اشتغلتش يبقى انا كلامي غلط، اذا اشتغلت يبقى كلامي صح. صح متفقين؟ ما احنا في حاجات احيانا بتظهر في اللاب، اقرا في الكتاب ما تفهمش، تعمل لاب تلاقي الامور ايه زي الفل. باقي جزئيه ايه بقى؟ ان احنا نروح كده على الكونفيجر وندخل على الانترفيس سيريال 0/0. مش ده الانترفيس اللي طالع من راوتر واحد رايح لراوتر اتنين؟ يلا نطبق عليه اي بي اوثنتيكيشن كيشين اي اي جي ار بي 100 ونبدا نديله اسم الكيشين اللي هي كي كابيتال. طبعا هنا على طول النيبر شيب هتقع صح؟ داون لان الكيشين ايه؟ اتغيرت. طيب وبعدين هقول له اي بي اوثنتيكيشن مود اي اي جي ار بي 100 ام دي 5 اوكي. طبعا هنا حصلت حاجه بعد ما العلاقه بقت داون رجعت اب تاني، لان هو شاف ان المفتاح نصه شغال ونصه مطفي فمش عارف فقوم العلاقه تاني. مش قصتي دي دلوقتي، لسه دي فيها كلام تاني بعدين، لكن عموما دلوقتي العلاقه ايه داون. والدليل على كده شو اي بي روت اي اي جي ار بي هتلاقيه فاضي خالص مفيش صح كده. شو اي بي روت اهو بشكل عام مفيهوش كلمه دي خالص، مفيش حاجه عارفها عن طريق الاي اي جي ار بي. شو اي بي اي اي جي ار بي نيبر مفيش نيبر. تمام تمام خلينا نعمل شو ران بقى عشان ناخد السطرين دول زي ما هم كده من تحت الانترفيس. هم دول هدخل بقى على الانترفيس سيريال 0/1. معلش هي موضوع الاوثنتيكيشن ده ملخبط شويه بس ايه، بس يعني ان شاء الله مع كتر الامثله والتمارين واسمع الفيديو اكتر من مره هتلاقي الدنيا ايه بسيطه ان شاء الله. هتلاقي على طول دلوقتي علاقه الجوار ام الثاني. يا سلام اهو نيو ادجسنسي خلاص. ولو جيت تقول له شو اي بي روت اهو شو اي بي روت اي اي جي ار بي خلاص هو شايف اللي هناك. خليني بقى اعمل لكم حاجه، خلينا نعمل ديباج بقى عشان اوريك الشغل بقى انه دلوقتي بيستخدم الاثنين كي ان ذا سيم تايم. ده كيس غير المختلف. انا زي ما قلت لك الاوثنتيكيشن ده حسب تركيب الدماغ الانجينير اللي شغال. تركيب دماغك اقعد بقى فنن فيه زي ما انت عايز. يعني واحد يقول لك انا هستخدم كي 1 للسند والريسيف لاول سنه او لاول 6 شهور او اول 3 شهور، 3 شهور اللي بعدهم كي 2، 3 شهور يبقى كل كي بيستخدم فور سند وريسيف. واحد قال لك لا انا هستخدم كي 1 وكي 2 في نفس الوقت في اول 3 شهور بس، كي 1 للارسال وكي 2 للاستقبال. الثلاث شهور اللي بعدهم كي 3 وكي 4، يعني كل واحد حسب ما تركب الجمل الدنيا هتمشي معاك. خليني بس اعمل ديباج كونديشن كده هقول له على الانترفيس سيريال 0/1. احنا عارفين طبعا ايه انا هدي له كونديشن، يعني
يعني الديباج هطلب منك تعمل ديباج على اي جي ار بي، بس فيما يخص البورت ده لان انا عندي لوب باك انترفيس فانا مش عايزه يشتغل يعني. وبعدين اقول له ديباج اي اي جي ار بي باكيت للهالو، يعني اعمل لي الباكيتات بتاعت الاي جي ار بي الخاصه بالهالو بس. بص كده هننتظر بقى، انا عايز اشوف الراجل ده بيشتغل بكي 1 ولا بكي 2. ها بكي 1 اهي، شايفينها اهي. ليه؟ اقرا كده في اول السطر بيريسيف بالكي 1. تعال نشوف الجدول اللي احنا عاملينه، انا في ار 2 خد بالك فعلا، لان ده بيسند ليه وده بيريسيف، فهو بيريسيف فعلا بكي 1. يا سلام، هتلاحظ ان مفيش غير كلمه كي 1. واحد يقول لي اهو شفت يا عم عادل كلامك غلط. لا يا عم استنى بس، ما هنا مش هيظهر لك في رسائل الهالو الا الحته بتاعت اللي هو فك التشفير، فعشان كده مش ظاهر غير كي 1. خلينا نعمل يو اول كده وننطلق هنا برضو، نعمل ديباج كونديشن انترفيس سيريال 0/0، وبعدين نقول له ديباج اي اي جي ار بي باكيت فيما يخص الهالو. لاحظ بقى وانت الحكم اهو، ها واضح اهي، اهي كي 2 فين في الريسيف اهو. شو اصلا بالي، يبقى فعلا راوتر واحد بيريسيف لان راوتر 2 بيسند بكي 2. يبقى هي يا جماعه ملهاش قاعده معينه، هي حسب السطرين حسب الكتابه، يعني حسب الراجل الادمنستريشن او الانجينير حسب ما يصيغ الكي 1 والكي 2 واللايف تايم وكده. علشان كده احنا دايما نقول يا عم ما تصعبهاش على نفسك، هو كي 1 وكي سرنج وخلصت على كده. موضوع انك تقعد تديها لايف تايم الا اذا كانت الشبكه بتاعتك بقى ايه، حاجه جنرال ومحتاجه سكيور عالي، علشان في ناس كتيره من بره الشبكه بتدخل عليه. يبقى انا اثبتت دلوقتي ان هو دلوقتي الراجل الطيب ده بيستخدم ايه، بيستخدم هنا الكي 2 اهو للريسيف، لكن لما يجي سند بيسند للراجل ده بالكي 1، الاثنين شغالين في نفس الوقت. يبقى يا جماعه موضوع الاوثنتيكيشن حسب الصياغه اللي بتصيغها. الامثله اللي قبل كده كانت في الفيديوهات، كانت انا كنت بستخدم كي 1 فور سند وريسيف لوقت معين، بعد كده بعمل كي 2 فور سند وريسيف لوقت معين، ثم كي 3 ثم لكن دلوقتي انا عملت كيس مختلف عشان اتاكد تماما ان انتوا فاهمين حته الاوثنتيكيشن. لكن انا مش عايزك تعمل زي بعض الناس يقوم عامل لك ايه، عامل لك الكيس دي وبعدين واخدها كده كوبي بيست هناك. يعني ايه كوبي بيست؟ يعني ياخدها زي ما هي بالظبط، فكده مش هتشتغل لان يعني مش هتبقى مظبوطه. الا بقى ايه، هو يقوم عامل لك ازاي، يقوم جاي في الاخر كده وكاتب لك انفينيت خلاص. يبقى المفتاح ده كي 1 بيستخدم للارسال والاستقبال، ايه الجديد؟ يبقى كي 2 ده مش ليه لازمه اصلا. وبالتالي لما تاخد ده كوبي من هنا تحطه هناك بيست هتشتغل، لان حظك حلو ده الاكسبت توافق مع الريسيف. بس اهم حاجه تاخد بالك من الملحوظات البسيطه ديت والامور ان شاء الله هتبقى معاك ايه. تمام، زي ما بقول تاني الاوثنتيكيشن اهم حاجه تبقى فاهم بس يعني ايه اوثنتيكيشن، وبعد كده تقعد تركز كده تشرب لك كوبايه شاي مظبوطه وتبدا تصيغ الجمل ديت وتتاكد منها ان ده اكسبت ده ريسيف. يعني خد بالك لما راوتر واحد، انا بعيد اهو على الكلام، بيسند راوتر واحد عنده باكيت هالو اسمه هالو عايز يقول سلام عليكم الراوتر اتنين، فهو عنده اوثنتيكيشن فلازم يشفر. طيب هو بيشفر هيستخدم اي مفتاح؟ هيستخدم كي 1 ويشفر ويرسل. ار 2 هيعمل ايه؟ هيبتدي يبص عنده في الكي، بس هيبنط هيبص في الكي على مين الكي اللي هيستخدم علشان تشك على الريسيف، فهيلاقي ان الكي 1 هو بتاع الريسيف صالح. ما هو هيشك كده هيمشي كده يلاقي كي 1، مش هيبص على دي خالص اصلا، هيبص على دي بس، هيلاقيه صالح. خلاص يلا استخدمه. لاحظوا دي، لاحظوا انه انا في المثال ده عملت الكي كانه 2، لكن لما يجي بقى ياكسبت، لما يجي ار 1 يجي له باكت هيعمل ايه؟ هيبص على مين الكي اللي الاكسبت بتاعه مش اكسباير. لكن قبل كده الكيس اللي كانت قبل كده كنت بتكلم على السند والاكسبت كانهم حاجه واحده. خد بالك بعض الناس يقول لك اصلا ملهاش لازمه، اصلا امرين واحد. ازاي امرين واحد؟ يقول لك الاكسبت هو السند. يا عم ده مش مشكله يعني، مش عارف ايه، ازاي واحد؟ لو هم واحد ليه عملوهم امرين يعني؟ واخدين بالكم؟
ارجو بس ان تكون الدنيا وضحت وانا مش لخبطتكم زياده، لان الاوثنتيكيشن الفيديو الاولاني كان صعب شويه وامور كانت مش واضحه قد كده. الفيديو الثاني وضحت الامور خالص واديت مثال صعب خالص، واديني تاني باكد وادي مثال اخير اهوت عشان موضوع الاوثنتيكيشن. صدقوني كده انا مش عايز اقول لكم غطيته كاننا داخلين على سي اي. الله المستعان. طيب بقى لنا الجزئيه الاخيره الحقيقه هي بتاعه الكوماند، خليني بس اعملها كده وارجع. طيب ايه الكوماند ده؟ هو ده الكوماند اللي باقي، اخر كوماند يعتبر في في المثال. طيب كويس، الزمن ماشي مظبوطه. اي اي جي ار بي لوج نيبر تشينجز، بيقول لك ان الكوماند ده لما تدخل تحت الاي اي جي ار بي في الراوتر مود وتعمل الكوماند ده، ده هيخلي اي تغيرات بين النيبر ما تعرض. هتقولي طب ما اصلا التغيرات بتعرض، ما انا كل ما اجي اعمل الكوماند هنا واشغل النيبر شيب بين الراوتر ده او اطفيها بين الراوتر ده، في رسائل بتظهر. خلينا كده نروح نوريكم القصه هتمشي ازاي. خلينا نعمل ان دبليو ار. انا بس هعمل حاجه بسيطه كده، هدخل على راوتر واحد اقول له كونفيجرتي، وادخل على الانترفيس سيريال 0/0 واقول له شط داون. انا كده طفيت البورت ده، فلما هطفي البورت ده ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه النيبر شيب هتقع داون، وبعد كده البورت ادمنستريتفلي داون خلاص. هنا في حاجه هتظهر، في رساله هتظهر كمان شويه، ان الاي اي جي ار بي طبعا هنا مستني، فرساله الهالو ما جاتوش. المفروض رساله الهالو تيجي، فهو قال لك ايه؟ هولد تايم داون اكسباير، خلاص الجار ده بقى له زمن معين ما بعتليش هالو، خلاص انا هعتبره مات. يبقى هنا في رسائل لوج مسج اللي احنا فاكرين اللي هي رسائل السيستم السيس لوج مسج بتظهر. لكن لو بصوا هنا انا عملت ايه؟ دخلت كده في الراوتر، وعلى فكره باي ديفولت في الاي او اس الجديده اللي بعد مش عارف 11 بوينت كام، دي حاجات بقى تبقى ترجعوا لها انتوا في سيسكو او 12 يعني مش فاكر. الكوماند ده خلاص يعني مش محتاج ان انت تعمله، لكن في الاي او اس القديمه ما كانش موجود. الكوماند بيقول ايه؟ اي اي جي ار بي لوج نيبر تشينج. خلينا كده الاول راوتر اي اي جي ار بي 100، الكوماند اسمه ايه؟ اي اي جي ار بي لوج، اي اي جي ار بي لوج نيبر تشينج تقريبا، يا ايه اللي موجود هنا؟ طيب تشينجز او ورنينج ماشي، انا عايز التشينجز اي تغيرات. هو اصلا معمول، طب انا ليه خليني اعطله؟ ايه رايكم؟ يعني هعمل عكس اللي في المذكره، المذكره اصلا بيقول لك اكتب الكوماند اللي اسمه اي اي جي ار بي لوج اوثنتيكيشن نيبر تشينجز، صح؟ اي اي جي ار بي لوج نيبر تشينج، انا مش عارف معلق على الاوثنتيكيشن ليه. اي اي جي ار بي لوج نيبر تشينج يعني اي تغير في النيبر وريهولي. طب ما ده باي ديفولت اصلا في الاي او اس، مش محتاج انك تكتب الكوماند اصلا. فخليني بقى ايه؟ انا هلغيه. خلينا نعمل اند دبليو ار، خلينا نعمل شو ران كده عشان نشوف شكل الاي اي جي ار بي دلوقتي ايه بعد ما كتبنا الكوماند اللذيذ الظريف ده. هو هتلاقيه مزوده هنا تحت الاي اي جي ار بي، نو اي اي جي ار بي نيبر تشينج، خلاص. خلينا نعمل بقى هنا نو شت داون، هي دلوقتي مفيش نيبر شيب لان البورت مطفي، هعمل نو شت داون. لاحظ هنا ان هنا هتظهر رسالتين، طبعا رساله عن البورت ان البورت بقى اب، وبالتالي الاي اي جي ار بي طبعا هنا اب والاي اي جي ار بي عمل نيبر هنا. لكن هنا هتلاقي ان اللي ظهر بس الرساله بتاعت الانترفيس، لان الانترفيس ده كان لاحظ ان زميله داون فهو بقى داون، فخلاص مفيش رساله ظهرت غير الرساله دي. لكن هل الاي اي جي ار بي ظهر له اي رساله؟ لا. فالكوماند ده يعني ايه؟ زي ما نقول خلاص راحت عليه، اكل عليه الدهر وشرب، مش محتاج ان انت تكتبه، لان هو باي ديفولت في الاي او اس النسخ الحديثه هو كده كده اي تشينجز اي تغيرات في الريليشن شيب في العلاقة الجوار بين الاثنين الراوتر فيما يخص الاي اي جي ار بي بيطلع لك بيها سيس لوج مسج. اي تشينج بيطلع لك، اي تغير بيطلع لك بيه رسالة سيس لوج مسج. خلينا كده نرجع نرجعها تاني كونفيجر تي راوتر اي اي جي ار بي 100. الكوماند اسمه ايه؟ اي اي جي ار بي لوج نيبر تشينجز، خلاص كده. ان دبليو ار شو ران، المفروض بقى ان هو ما يكتبوش، بس مش عارف دلوقتي هيكتبه ولا لا. خلاص هو اصلا ما بيكتبوش لان هو باي ديفولت في السيستم، لكن انا لما عطلته هو كتبهولي، والدليل على كده تاني شت داون. طبعا هنا هيظهر كل حاجه
سواء فيما يخص ده او ده. انا بس عايز هنا اوريكم ان هيبتدي يظهر رسائل خاصه بالانترفيس ورسائل خاصه بالاي اي جي ار بي، لان انا رجعت شغلت الكوماند تاني. طبعا نيبر شيب اهو، ادي هو بيقول لك هول تايم داون، خلاص الرساله بدات تظهر. يبقى انا وريتكم لما شغلت الامر الرساله ظهرت، لما عطلت الامر الرساله ما ظهرتش. طبعا هنا بيديك بقى لان الانترفيس خلاص داون، خليني هنا اعمل نو شت داون، هي دي كانت نو شت داون. طيب شت داون نو شت داون، هتظهر تاني الرسائل. البورت بقى اب، بعد شويه ما يخلص موضوع النيجوشيشن هتقوم علاقه جوار تاني. هو ده بس الكوماند، بيقول لك فعل الخاصيه دي. الخاصيه دي خلاص بقت مفعله في كل نسخ الاي او اس الجديده، اللي هي انه يظهر رسائل السيس لوج مسج باي ديفولت. ارجو بس في نهايه الفيديو ما اكونش ان انا ايه صعبت عليكم موضوع الاوثنتيكيشن، لكن انا زي ما قلت ان الاوثنتيكيشن اهم حاجه تفهم. يعني ايه اوثنتيكيشن بكل بساطه؟ يعني ايه اوثنتيكيشن؟ يعني انا وانت لما نبعت لبعض معلومات هنشفر المعلومات عشان ما فيش حد يقعد في الطريق في النص ياخد المعلومات دي. فكر فيها بشكل طبيعي خالص، انا هشفر فهكتب عليها كلمه سر، لما ارسلها انت هتعمل ايه؟ هتستقبلها. يبقى لازم كلمه السر اللي هرسل انا بيها تتشابه مع كلمه السر اللي انت هتستقبل بيها. كذلك انت لما ترسل بكلمه سر تتشابه مع كلمه السر اللي انا هستقبل بيها. واخدين بالكم؟ تقدر تعمل الكلام ده على كي واحد، يعني تخلي الكي كي 1 مثلا اللي هو مثلا سيسكو 1 يستخدم للارسال والاستقبال في نفس الوقت، وبعد سنه تخليه يبقى اكسباير، ينتهي مده صلاحيته اللايف تايم بتاعته، وتستخدم كي تاني اللي هو كي 2 مثلا فور سيند اند اكسبت. خلاص؟ وممكن واحد يقول لك لا والله انا هستخدم كي 1 للارسال كي 2 للاستقبال. يبقى في كيسز مختلفه، هي اهم حاجه انت فاهم يعني ايه اوثنتيكيشن، بعد كده فاهم الكوماند تقدر تصيغها وترتبها بناء على الفهم الكويس اللي انت فاهمه لموضوع الاوثنتيكيشن. وارجو ان انت تسمع الفيديو مره واثنين وثلاثه واربعه، سواء ده او الثاني اللي هو الحلقتين بتوعت الاوثنتيكيشن. وبكده الحقيقه يبقى انا يعني اديت الاوثنتيكيشن اكبر من حقه واكبر من حجمه بشكل ايه؟ كبير الحقيقه. طيب في نهايه الفيديو الحقيقه لا يسعني الا ان انا اشكركم لحسن استماعكم، والله اسال ان ينفعني واياكم بهذا الفيديو اللي هو الفيديو الحقيقه رقم 34، وعقبال ما يوصلوا 340 يا رب. ونسال الله تبارك وتعالى ان يكتب لهذه السلسله التمام والكمال والقبول، انه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة مع البروتوكول OSPF في رعاية الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.